بنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، وطبعا هنبتديها مع حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي الجديد اللي نشر النهارده صوره ليه على الانستجرام بعد ما وقع للنادي الاهلي وبعد ما انضم للنادي الاهلي، وكتب الحمد لله على انتقالي للنادي الاهلي، شكرا نادي انفي وان شاء الله اكون على قد المسؤوليه، شكرا على كل اللي ساعدوني للوصول للنادي الاهلي، الحمد لله انا حققت حلمي. كمان حسين الشحات نشر صوره ليه على تويتر من مباراه بيتا كلاب واول مشاركه ليه مع النادي الاهلي، وكتب الحمد لله القادم افضل باذن الله. كمان نشر ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي اللي احرز الهدف الاول صوره ليه من المباراه على تويتر، وعلق وكتب الحمد لله رب العالمين ان شاء الله اللي جاي احسن. كمان احمد حمودي نشر صوره على انستغرام من مباراه فيتا كلاب وكتب مبروك لجمهور النادي الاهلي اول 3 نقط في بدايه المشوار الافريقي، ان شاء الله بدعمكم لينا هنحقق البطوله. شارك كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق في هاشتاج شكرا بيبو على تويتر وكتب تحملت نقد الجمهور، نجحت في اداره كل الملفات الصعبه وقدرت تخرج بالنادي الاهلي من اصعب الازمات، عملت موسم انتقالات ممتاز ستظل اسطوره للابد، شكرا بيبو. كمان بقى عالميا نشرت الصفحه الرسميه لنادي ليفربول الانجليزي على تويتر صوره لمحمد صلاح وكتبت افضل لاعب في القاره الافريقيه، افضل لاعب في الشهر صاحب هدف الفوز امام برايتون، كلها امور روتينيه وايام عاديه من ايام محمد صلاح. كمان ديفيد دخيه حارس مرمى مانشستر يونايتد اللي تالق امبارح في مباراه توتنهام واللي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 1-0 نشر صوره من المباراه على تويتر وعلق وكتب ليله مثاليه في ويمبلي. كمان نشر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد اللي احرز هدف الفوز صوره على تويتر وكتب هدف من اجل عشاقنا، سافروا لمنازلكم في امان. كمان لوك شو لاعب المان يونايتد نشر على تويتر صوره ليه مع دخيه مكتوب فيها نأسف مغلق يوم الاحد. كمان بول بوجبا نشر صوره من المباراه على الانستغرام وكتب يا له من فوز، اداء رائع من فريق لا اعرف ما اقول حقا لك يا دخيه. كمان نشر اندي هيريرا لاعب المان يونايتد صوره على تويتر من المباراه كتب لا كلمات تصف ما فعلته يا دخيه، يا له من موقف رائع من الفريق باكمله. كمان كتب الحارس الكبير بيتر شمايكل على تويتر فوز رائع لمانشستر يونايتد ودخيه كان بمثابه الحائط في المباراه. كريستين اريكسون كمان لاعب توتنهام كتب على تويتر بعد المباراه انه فقط ليس يومنا. كمان نشر موسى سيسوكو لاعب توتنهام صوره من المباراه على تويتر وكتب يمكننا جميعا ان نشعر بخيبه امل بشان النتيجه امس، ولكن الفريق اعطى كل شيء على ارض الملعب وسوف نتعلم من ذلك، شكرا للجماهير مره اخرى على كل الدعم. وكمان نشر ايفان راكيتيتش لاعب برشلونه صوره على تويتر من مباراه امبارح مع ايبار في الليجا واللي انتهت بفوز برشلونه 3-0 كتب 3 نقاط اضافيه في الدوري الاسباني. نشر برضو ارثر ميلو لاعب برشلونه صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب انتصار عظيم لفريقنا نتقدم نحو هدفنا. نشرت كمان صفحه بلاتشر على تويتر صوره للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي مع بعض نجوم الليجا وعلقت وكتبت ملك الليجا. كمان سيرخيو راموس قائد ريال مدريد نشر صوره على تويتر من مباراه امبارح مع ريال باتيس واللي انتهت بفوز الفريق الملكي 2-1 وكتب فوز صعب جدا حتى صافره النهايه. نشر كمان كيلار نافاس حارس مرمى ريال مدريد صوره على انستغرام من المباراه وعلق وكتب الحمد لله 3 نقط مهمه.